بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبإشرافه المباشر، وبغية رفع القدرة القتالية لجهاز مكافحة الإرهاب وبإشراك طيران الجيش، تم تنفيذ عملية محاكاة تدريبية متمثلة بتحرير رهائن داخل بناية لمصرف افتراضي لتجهيز القوات وتعبئتها لمجابهة الظروف بمختلفها. حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترم برفع القدرة القتالية لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ التمارين المشتركة مع طيران الجيش مع القوة الجوية، وهذه الفعالية هي تم تنفيذها اليوم من قبل قطاعات القيادة الأولى، ولدينا الكثير من الفعاليات في مختلف المناطق بالمناطق الجبلية والمناطق الصحراوية وكذلك في المناطق المغمورة بالمياه لتدريب عناصر جهاز مكافحة الإرهاب للقتال في كافة الظروف وفي كافة الأراضي، وغاية الأساسية من جهاز مكافحة الإرهاب هو القضاء على كل التنظيمات الإرهابية. أبرز الرسائل الهادفة وأهمها هي للعناصر الإرهابية التي تخطط أو حتى تفكر بزعزعة الوضع الأمني، وإيضاح الصورة للمجتمع المحلي والدولي بأن جهاز مكافحة الإرهاب في أتم الجهوزية لمواجهة أي خروقات أمنية. يعني هي عدة رسائل، أهمها رسائل إلى المجتمع العراقي، خاصة أن جهاز مكافحة الإرهاب لا زال يقظ وبأعلى الجهوزية لاستمرار ملاحقته بتنظيم داعش الإرهابي. هي أيضا رسالة للمجتمع الإقليمي والدولي، وندعوهم للتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب خاصة في المجال الاستخباري، لأن الإرهاب هو يعني جريمة دولية ومنتشرين، ممكن أن يعني يتواجد الإرهاب في أي دولة. إضافة إلى ذلك هي رسالة للإرهابيين أن بوجود جهاز مكافحة الإرهاب وقواتنا الأمنية الأخرى لا مكان لكم في العراق. ليس بعيدا على جهاز مكافحة الإرهاب الصمود أمام التحديات التي يفرضها الإرهاب، فأبطال الجهاز مدربون ومجهزون على مستويات عالية جدا لدرجة فرض الأمن في ربوع العراق. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.